السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية جماعة. معكم أخوكم نواف السويد. بهالفيديو إن شاء الله راح أتكلم معاكم عن جهاز الكروم كاست، وهو أحدث جهاز نزلته شركة جوجل لعرض اليوتيوب وبعض الخدمات اللي موجودة بالإنترنت على جهاز التلفزيون، مثل الكروم أو البراوزر الكروم، اليوتيوب، النتفليكس والجوجل بلاي، البرامج والألعاب اللي موجودة بعض البرامج والألعاب اللي موجودة بالجوجل بلاي. طبعا مثل ما احنا شايفين، هذه بداية شاشة الكروم كاست بعد التثبيت وتعريفه على شبكة الوايرلس، لأنه يشتغل على شبكة الوايرلس اللي موجودة عندك، ولازم الجهازين سواء كان التليفون أو التابلت أو الكمبيوتر شابكين على نفس النتورك عشان تقدر تعرض من خلال الجهاز إلى التلفزيون. طريقة تركيب الجهاز راح تكون عن طريق الكهرباء، بلاك الكهرباء، أو عن طريق اليو اس بي إذا كان في جهازك أو جهاز التلفزيون متوفر فيه وصلت اليو اس بي، فممكن ان انت توصلها لتشغيل قطعة الكروم كاست. ومثل ما احنا شايفين بدايتها راح تكون كذي، ريدي تو كاست. فعلى سبيل المثال عرض الفيديو على الكروم كاست، ان انت تختار الجهاز وراح ينعرض عليك. اذا اخترت اليوتيوب راح يطلع لك مثل ما احنا شايفين صورة او علامة اليوتيوب، وراح يشتغل معاك الفيديو اللي انت اخترته، وممكن من خلاله تقدر تستخدم الكمبيوتر مثل ما انت تبي. طريقة تثبيت قطعة الكروم كاست على الكمبيوتر هي عن طريق الدخول على موقع google.com/chromecast/setup لتنزيل برنامج الكروم كاست على الماك او الويندوز، ومن بعدها راح يتم تثبيت البرنامج على الكمبيوتر. بعدين راح نفتح البرنامج مثل ما احنا شايفين، وراح نضغط على كلمة continue. راح يتم الاتصال مع القطعة ويطلع لك ان هل هذا الكود هو الكود حق القطعة، تختار continue. بعدها راح يتم تثبيتها وتعريف القطعة على شبكة الوايرلس، ومن بعدها تقدر تستخدمها مثل ما تبي. طريقة عرض الكروم كاست او طريقة عرض الفيديوهات من خلال برنامج اليوتيوب بالايفون او الاندرويد على التلفزيون من خلال البرنامج مثل ما احنا شايفين، راح نضغط على ايقونة الكروم كاست وراح يعرض لنا الفيديو مثل ما احنا شايفين حاليا. طبعا يعتمد على سرعة الانترنت اللي موجودة عندك، اللي هو ايش كثر راح تكون السرعة راح يعتمد عليها بالستريم حق الفيديوهات، راح يكون HD ولا مو HD مثل ما احنا شايفين. في طريقة ثانية ممكن ان انت تضغط وانت قاعد طالع الفيديو، ممكن ان انت تدخل على التليفون مرة ثانية وتختار اي فيديو ثاني، ممكن ان انت تختار الفيديو الثاني تخليه بالكيو انه يختاره ويشتغل بعد ما يخلص الفيديو اللي انت قاعد تشوفه. فمثل ما احنا شايفين ممكن ان انت تستعرض الجهاز وتقعد تشتغل عليه وتدخل على فيديوهات ثانية، بالاضافة ان انت قاعد طالع الفيديو مثل ما هم بين عندكم. في حالة انك تبي ترجع او انك تبي تشغل الفيديو على التليفون مرة ثانية، مجرد ان انت تضغط على علامة الكروم كاست وتضغط على كلمة ايفون، راح يرجع الفيديو يشتغل بالتليفون ويتوقف تشغيل الفيديو على برنامج او على جهاز الكروم كاست. هذا كان استعراض سريع لقطعة الكروم كاست من جوجل، والقطعة سعرها $35. ممكن ان انتم تشترونها من خلال موقع جوجل ستور، او من خلال موقع amazon.com، او من المواقع اللي تبيع الاجهزة الالكترونية. شاكر لكم متابعتكم ويعطيكم الف عافية على المتابعة. لا تنسون تسوون سبسكرايب على الشانل، لايك او ديسلايك على الفيديوهات. للي حاب عنده أي سؤال أو استفسار، أنا موجود إن شاء الله بتويتر، نكي مثل ما هم بين عندكم أن تويتر. ويعطيكم ألف عافية مرة ثانية، شاكر لكم متابعتكم ومع السلامة.